مرحبا، انا اسمي جمانة فرساخ، سنة ثانية جامعة. اخترت السؤال الثالث اللي هو هل سيقود الصح العربي الى تغيير اجتماعي فيما يخص النساء؟ انا من وجهة نظري ان راح يفوت بشكل كبير كمان، لانه دور المرأة اللي لعبت في الثورات العربية في الاحتجاجات اللي صارت على سبيل المثال في مصر كانت ايدها بيد الرجل بالشوارع المصرية، هذا الاشي بفيدها كثير لانه بغير النظرة التقليدية للمرأة، انه العادات المتخلفة والافكار المتخلفة اللي بتخلي المرأة انه بس هي كسلعة او بس هي كمرأة انه بس بخصوص البيت، انه بس ضلها للبيت، هذا الاشي يعني بيساعدها كثير. وبرضه على سبيل المثال صار بيمن اعطوا للمرأة عشان شاركت في الثورات هناك، اعطوها بظن وسام، هذا الاشي كان يعني اشهر عنه بالاعلام بهذا الحكي. الاشي الثاني انه على سبيل المثال انه المرأة حتى بالانتفاضة الفلسطينية الاولى، الانتفاضة الاولى كانت ايدها بايد الرجل، ما كانوش ينظروا للمرأة على انها انه بس كمرأة بس شغلها في البيت، لا، كان ايدها بايد الرجل وتشارك في الثورات العربية، فهذا كثير بيساعدها على انها تغير النظرة التقليدية للمرأة.